السلام عليكم. اليوم أنا بسوي كوسر مع لبن. شفتي شلون؟ لين هذا يبي يسوي خلطة هالكوسر. يبي له مطبوخ. أنا خذيت الغنم وبصل ثوم سنوكر كركم شوية مكعب ماجي واحد فلفل أسود بهار. أول شيء أنا هذا له مطبوخ حط فيه شولة نحمر بطلعة بعدين حطينا شوية بهارات كركم مكعب ماجي حطينا بصل حطينا الثوم الحين أنا شوية أبي أمسي سنوكر الحين هذا حمر الصحن الحين أنا أحط داخل خلطة هذه الحين هذا هشو خلاص تمام الحين أنا اللي هشي داخل كوسة الحين أنا هشي هذا خلطة شفتي شلون هشيتي الحين هذا كله هشي خلاص يبقي لي في الدهن هذا نسوي لهم شوية حمرة الحين انا حق الكوسة بسوي خلطة واحد روم واحد بيضة لبن
19000 ছে লাসম হালে হতে কি খাল্লা ভাজা কর ¿Qué es eso? বলেন হাতাইটি খাল্লা তা এলে হাতাইটি পিছুল লেবেন এলেহেন এলেহেন আনা এবি হতে ও এল কু সাদা আঁকার هذا وصفر لبنة الهين شوية طبق خلاص هذا مطبوك خلاص نعنا هذه فوق توهم شوية هنسي وبي هبتي فوقة خلاص الهين طبق شكرا على فيديو شوف انتو كلكم